عليكم. مرحبا بإخوان متابعين دوت محترفي الألميات. إذا لن أطيل عليكم كثيرا في هذا الفيديو، سوف أشرح لكم مقلب رائع جدا ممكن أن تسويه في صديقك، في صديقتك، في يعني أخوك، في يعني في عائلتك، يعني شخص من العائلة. فهذا يعني كما تشاهد معي هذا المقلب يعتمد على الواتساب. كما تشاهد معي الآن، فالآن أنا موجود على الواتساب، فعندما تشاهد فسوف تعتقد أنك فعليا في الواتساب، لكن إذا قمت بالرجوع إلى الوراء كما تشاهد معي فهذا فقط يعني تطبيق يعني وهمي يقوم بإنشاء محادثات من الواتساب. فكما ستشاهد مع إخواني سوف ندخل إلى التطبيق من جديد. كما تشاهد معي هذا هو التطبيق، فنضغط على هذا الخيار، سأعطيكم الرابط تحميل التطبيق هذا في أسفل الفيديو، تضغط على هذا فاك شات، وبالذلك تقوم بإنشاء هنا جهة اتصال، تضع هنا الاسم، وهنا تختار الصورة، قمت أنا بتحميل يعني صورة من الانترنت، وهنا تقوم بوضع هل أونلاين، تقوم بوضع مثلا أونلاين أو أوفلاين. وهنا بالنسبة للكتابة، إذا كان الشخص يقوم بكتابة يعني تيبينج تقوم بتفعيل هذا الخيار، وهكذا سوف تقوم بإنشاء دردشة. فمثلا لاحظوا معي، مثلا نقوم باختيار يعني صورة، او يعني نقوم بالضغط على اونلاين تيبينج، وبالذلك اضغط على ساب. لاحظوا معي ها هي سارة، كما تشاهد معي اخترنا اسم سارة، والان فتحت معنا دردشة. وهنا ممكن ان نقوم بالكتابة مثلا اي شيء، مثلا اي شيء نقوم بالكتابة هكذا بالارسال من هنا على اليمين، وهكذا ممكن ان تكتب كذلك هكذا بالرد، او تقوم بكذلك بالرد من جديد من هنا، وكذلك من هنا بالرد، او ممكن ان هو يقوم بالاجابه بهذا الشكل. فهذه يعني محادثه يعني تظهر كانها حقيقيه، فعندما الشخص يشاهد هذه المحادثه سوف يعتقد انها حقيقيه 100%. كذلك يمكن ان ترسل الايموجي كما تشاهد معي هكذا. فلاحظوا معي اخواني، فيعني طريقه رائعه جدا، ممكن أن تخدع صديقك، ممكن أن تخدع صديقتك، ممكن أن تخدع يعني الكثير من الأشخاص بهذه الخدعة الرائعة جدا على الفي على يعني على الواتساب كما تشاهد معي. كذلك طبقتها هنا بالصورة، قمت باختيار صورة، كذلك اخترت هنا أونلاين، وكما تشاهد معي تم إرسال يعني رسائل. كما تشاهد معي سوف أقوم بإرسال رسائل هكذا، طق 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 طق، كما تشاهد معي طق 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 كما تشاهد معي. فالآن يعني يتم إرسال رسائل، فكما تشاهد معي أرسلت رسائل، وعندما الشخص ينظر إلى هذه المحادثة سوف يعتقد أنها حقيقية 100%. وهنا ممكن أن تلعب يعني مقلب بصديقك أو بأخوك أو بصديقتك، أو مثلا إذا كان عندك يعني صديق وتعرف يعني صديقته الاسم الخاص بها وكذلك الصورة التي تضعها على الواتساب، ممكن أن تقوم بوضع صورتها او الصورة التي تضعها، وكذلك تضع الاسم، وهكذا تتلاعب يعني في الكتابة، والشخص الذي صديقك يكون معك تقول له انظر انظر ماذا كتبت لي فلانة وفلانة، انظر انظر. فهكذا ممكن ان تخدع هذا الصديق، وممكن ان تعمل له مقلب. اخواني كان هذا يعني فيديو يعني حلقة هذا اليوم لهذا المقلب الرائع جدا في الواتساب، صراحة مقلب خطير جدا جدا. ويعني تبقى الفكرة عندك أنت، فقط حمل هذا التطبيق وقم بتثبيته على هاتفك، والفكرة تبقى عندك. ممكن أن تختار أصدقائك أو شخص من العائلة وتعمل له مقلب، ما عليك الآن سوى أن تجرب هذا التطبيق الرائع والخرافي جدا. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا لا تبخلوا علينا بلايك لايك 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 لهذا الفيديو إخوان، والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.